بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب سنه ثالثه ابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر فوزي رشاد. ان شاء الله النهارده هناخد اول درس عندنا، ودرس قياس الاطوال. درس قياس الاطوال ده لو جيت تشوف هتلاقي فيه عندك كلمتين، كلمه قياس وكلمه الاطوال. اي حاجه عايز اقيسها لازم اعرف بدايتها واعرف نهايتها. يعني انت مثلا لو عايز تقيس عمر بني ادم، مثلا انت عمرك دلوقتي قد ايه؟ فعمرك بيتقاس من ساعه ما اتولدت لغايه اللحظه اللي انت عايش فيها دلوقتي. فاي حاجه عايز تقيسها لازم تبقى عارف بدايتها. احنا عندنا البدايات ايه؟ اول حاجه عندنا بتبدا من الصفر، فانت اي حاجه عايز تقيسها لازم تبدا من الصفر عشان تسهل على نفسك. تعال نشوف الصور اللي عندنا دي. الصور بتاعت القلم دي عندنا ثلاث طرق البنت بتقيس بيهم القلم. لو جيت تشوف انهي صوره الصح، اول صوره ديت هي قاسم الاثنين للاربعه، يبقى ده صح ولا غلط؟ لا غلط. بعد كده الصوره الثانيه قاسم مش بادئه من الصفر، برضو يبقى غلط. الصوره الثالثه حاطه بدايه القلم عند الصفر ووصل لغايه الاثنين، يبقى الصوره دي ايه؟ صح. طب تعالى كده نشوف تمرين واحد ده او تدريب واحد. لو انا مثلا عايز اقيس القلم الرصاص اللي عندي ده، القلم الرصاص ده بادئ منين؟ بادئ من الصفر لغايه ال 12، يبقى طوله كام على المسطره؟ 12. طب اكتب 12 ايه يا مستر؟ 12 كيلو ولا 12 لتر ولا 12 جنيه ولا 12 ايه؟ لا، الحاجات اللي بتتقاس بالمسطره دي بقيسها بالسنتي. طب السنتي اللي هو قد ايه؟ من الصفر للواحد. الخطوه اللي من الصفر للواحد اللي قد عقله صبعك دي اسمها سنتي. فانا من الصفر لل 12 بكتب 12 ايه؟ 12 سنتي. طب تعال نشوف الدباسه اللي عندنا دي. الدباسه اللي عندنا هنا بادئه منين؟ بادئه من الصفر لغايه فين؟ لغايه السته، يبقى طولها كام؟ سته. طولها 6 سنتي. خلاص؟ طب تعال نقيس المفتاح، المفتاح ده طوله منين؟ من راسه، من اول مفتاح لغايه تحته خالص هتلاقيه بادئ من الصفر لغايه الاربعه، يبقى هكتب 4، 4 كام سنتي؟ طب تعال نشوف تدريب تاني. التدريب التاني ده هو هنا بيقول لك استخدم المسطره في قياس اطوال الاشياء. لو جيت تشوف الكوريكتور ده، لو انت جيت تقيس طول، هات مسطرتك ووقف الصفر على بدايته وشوف هيقف هيوصل لغايه كام، يبقى ده طوله كام سنتي. هسيب لك انا الاثنين دول، هسيب لك الكوريكتور وهسيب لك المشبك وتقيسهم، واكتب لي تحت في الكومنت قول لي كام وانا هرد عليك واقول لك صح ولا غلط. طب تعالى نشوف تدريب ثلاثة. تدريب ثلاثة ده بيعلمنا ازاي ان احنا نخمن. بيقول لك قدر اطوال الاشياء. يعني ايه اقدر؟ انت عشان تقدر لازم الاول تبقى عارف مثلا عندك معلومه. انا المعلومه اللي عندي مثلا ايه؟ السنتي اللي هو قد ايه؟ قد عقله ايدي مثلا. بالعقل كده المصاصه دي تطلع 5 سم ولا 20 سم؟ هو ال 20 سم قد ايه؟ 20 سم قد المسطره بتاعتك كلها. قول لي بوب اللي قدامك دي 5 سم ولا 20 سم؟ هي مش هتكمل مسطرتي كلها، يبقى هي 5 سم، ده صغيره. طب انا مثلا الموبايل 50 سم ولا 15 سم؟ احنا قلنا قيس مثلا، حط ال 20 سم دي في دماغك اللي هي مثلا طول المسطره بتاعتك. بالعقل الموبايل اكبر من المسطره بتاعتك اللي انت بتسطر بها ولا اقل؟ ها؟ سامح حد ممتاز بيقول لي اقل، يبقى تطلع 50 ولا 20 ولا 15؟ لا 15. طب تعالى نشوف سؤال تاني. يبقى احنا اتعلمنا الحاجات اللي تتقاس بالمسطره بقيسها بالسنتي. طب يا مستر في حاجات ما ينفعش تتقاس بالمسطره زي ايه؟ ممتاز. حد بيقول مثلا طول بني ادم، لو عايز اقيس طوله مش هقعد اجيب المسطره واطلع واطلع واطلع، لا عايز اقيس طول الباب مش هقيس طول الباب بالمسطره. فالحاجات الكبيره اللي ما تنفعش تتقاس بالمسطره بقيسها بحاجه اسمها المتر. كلمه متر يا اما بكتب متر، يا اما احنا عندنا في الرياضيات بنختصر، يا اما تكتب حرف الميم بس. سنتي متر بختصر س ميم. طب انا هنا المتر كام سنتي؟ المتر قد صبعي كام مره؟ قد عقله صبعي كام مره؟ 100 سنتي، يعني قد المسطره بتاعتك خمس، كان خمس مساطر جنب بعض، قد دراعك. المتر كان قد دراعك كله. طب انا لو جيت اشوف، بقول لي في التدريب ده اختار وحده القياس المناسبه، العماره دي هتقيسها بالسنتي ولا تقيسها بالمتر؟ بالعقل هي العماره هتتقاس بالمسطره؟ لا، يبقى ما تنفعش بالسنتي، يبقى تتقاس بالمتر. طب انا هنا الايس كريم ده يتقاس بالسنتي ولا بالمتر؟ ينفع بالمسطره؟ اه ينفع بالمسطره، يبقى تقاس بالسنتي. طب انا لو جيت اشوف، بقول لي ضع خط تحت الإجابة المناسبة لتقدر الطول. بالعقل كده الباب ده هيطلع 25 سم ولا 2 متر؟ هو الأول كده الباب ينفع بالمسطرة ولا ما ينفعش بالمسطرة؟ ها؟ سمع حد ممتاز بيقول ما ينفعش بالمسطرة، يبقى هو طلع 2 متر، برافو. طب أنا الكتاب شوف كده ينفع بالمسطرة ولا لا ينفع بالمسطرة؟ يبقى هيطلع كام؟ 15 سم. طب أنا لو جيت أشوف سؤال تاني، بقول لي قيس طول كل أداة. هنا لو جيت تشوف مثلا الشاكوش ده، هتجيب المسطره بتاعتك وتقيس من بدايته لغايه نهايته، واكتب لي تحت في الكومنت قول لي طلع كام سنتي. طب انا هنا لو جيت شوف اللي جنبه، الميزان اللي جنبه ده، هتشوف بدايته من اول كام لغايه كام. خلاص. المسمار، المسمار يطلع صغير ولا كبير؟ اكيد صغير، هتقيس برده من بدايته لغايه نهايته. بكده يبقى اول درس احنا خدناه انتهى. واحنا خدنا ايه في الدرس بتاع النهارده؟ ها ممتاز. سامع حد بيقول لي خدنا السنتي يا مستر وخدنا المتر، ايه الفرق بين الاثنين؟ السنتي الحاجات اللي تنفع بالمسطره، طب المتر الحاجات اللي ما تنفعش بالمسطره الكبيره شويه. السنتي اللي هو قد عقل الصبعي، طب المتر قد دراعي، يبقى مين الاكبر؟ لا المتر. المتر كام سنتي؟ 100. خلاص؟ طيب بالتوفيق ان شاء الله.
ما تنساش لو انت ما عملتش اشتراك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك كل منهج سنة تالتة، واعمل لنا لايك عشان الفيديو يوصل لك وكل حاجة توصل لك وتوصل لزمايلك. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.